سائل يقول: هاجرت من بلاد الكفر إلى هذه البلاد ولدي تجارات فيها، فهل يجوز؟ هاجرت من بلاد الكفر إلى هذه البلاد، نعم، ولدي تجارات في بلدي، تجارات، نعم، إيه، فهل يجوز لي أن أسافر إلى تلك البلاد لقصد إدارة هذه التجارة بين الفينة والأخرى؟ نعم نعم، يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة، لأجل التجارة، البيع والشراء، التعاقد مع الشركات، يجوز، هذا غرض صحيح، يجوز، نعم.